عيد سعيد بقى يعني، تعالى. ايه ده؟ كلنا لها، انت بتعمل في نفسك ليه كده؟ انت فاهم الدنيا غلط على فكرة. بص اخوك فاهمها صح الراجل، يعني عارف اللي كلنا رايحين، كلنا لها. روق يا راجل. عبده لو النبي يا عبده، لو النبي يا عبده عبده. خلاص يا عبده، خلاص كفايه، خلاص دي لعبتها صح، عرفت مستقبلها فين وراحت له حبه الجزار. الناس كلها بتقول ارتبط يا جماعه، ارتبط ازاي واسيب شباب مصر لمين؟ اسيب الاولاد لمين؟ سيبيهم في حالهم يعني، وتتكلي على الله انت وترتبطي، واحنا هنبقى مبسوطين. جعل دي هيجو رالي قرت ودايا اني جاي انكي جسم ريسي اني جوي. انه الحب يا ساده، نعم انه الحب. انا منهكه في وقت ما ينفعش فيه ان انا اتنين. ليه؟ ليه يا فندم؟ بخير؟ هل الوقت مش مناسب ولا حاجه؟ ليه بقى؟ لان طوب الارض منهوك اصلا، فمفيش حد اللي هيطبطب ولا هيدلع، فكل واحد يقعد منهوك على جنب. مش عارف ليه نيتي مش عارف اصفيها يعني، والله انا نيتي، انا والله ضميري وحش ولا ايه؟ شوف الراجل، شوف الراجل، شوف الراجل، شوف الراجل، شوف الراجل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. باين يعني الحاج منين؟ مصري بيرجم ابليس. ارجم يا حاج، ارجم. شوف الراجل، شوف 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 شوف. الله اكبر الله اكبر، الله بينتقم. الله اكبر. اوعى يا جدع، اوعى اوعى. الله اكبر الله الله اكبر. حاج ابليس بس كان عايز اقول لك حاجه يعني، اتفضل. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. يا جماعه الفيديوهات كلها كده يعني، مفيش حد نزل يتفسح ولا حاجه يعني، عامل فيديو حلو كده، ما تشوفوا لنا حاجه. انا بحبك يا ميمون وسكسك وسكسك سكسك سكسك سك بالتفاح، وانا بحبك يا فلاح وسكسك. يا ريتني ما سالته، يا ريتني. راح فين ابو الله؟ اتفسح عشان العيد؟ انتوا عارفين اجمل حاجه في الدنيا ايه؟ ايه يا ام امل؟ ايه الحب؟ يوم العيد. اه صح بقى. يعني صلاه العيد برده والتكبيرات وبتاع، حاجه جميله الصراحه. لما جارك يبقى دابح دابح، وتلاقي ابنه جاي يخبط عليك يقول لي اتفضلي يا طه. ده احسن حاجه في الدنيا؟ ده بالنسبه لك احلى حاجه في الدنيا وكده؟ بيبقى يوم، لا دي بتسرح فيه كمان، يعني مش احلى يوم بس، لا دي بتعشقه. اللي في دماغك يا ذكر، اما تيجي تودد واحده ست وتستهوى عليها طالما وقفت قصادك وما نختش، تبقى واحده صلبه. صوتك راح، يعني صوتك اصلا مش سابق ومشي، زهق ولسه برضه بتزعقي. اما خير يا فندم، هدوم العيد دي ولا ايه؟ سهل تبقى ترند بس صعب تكون سته. ارجع هنا ست واجهه بدون مواجهه. ارجع هنا عيون ست خضه والكاريزما حاضره. ارجع هنا. معلش بس صاحبي، يعني هو سؤال صغير كده، انت اقنعتها ازاي دي؟ يعني اقنعت ست دي ازاي؟ ارجع هنا. حاضر يا ست، حاضر. ارجع هنا. حاضر. ارجع هنا. حاضر. ما انا انت حافظه مش فاهمه ولا ايه يا ست؟ جلبيه العيد دي يا فندم؟ جلبيه بس حلو، بس الرقص مش قد كده يعني، محتاج كورس عند السلالة. العيد في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. ادعو عصفورة بتلاقي كانت مش يجونا، مش اللي خطيكونا بتعمل خطر بتاعنا، خطر بتاعنا. يعني هو ربنا يشفي، يعني ربنا يشفي، ويتوب علينا احنا، يعني ربنا يتولانا احنا. بلاش الاصوات دي يعني، خصوصا اليومين دول وبتاع، ممكن حد يفكر جاموسه ولا حاجه فيجي يخلص. اللحمه غاليه. هو ما بقى في حاجه حضرتك يعني، هو اصلا في حاجه بقى. طيب طيب يعني كويس انت قلت لي. والله يا لهوي، فين الشراقوه؟ فين الدم بتاع الشراقوه؟ فين غيرتك على المسلم؟ فين حبك للمسلم؟ يا ده انت معفن يلا، يا ده انا كل الناس كانت تفضل تقول لي بلاش هو. بيقولوا لك ايه؟ بلاش هو. وانت كنت بتقولي لهم ايه؟ وانا اقول هو صممه يعني. خلاص خلاص، كله الا خط احمر. كله الا ايه؟ كله الا خط احمر. خط احمر، انا كده دماغي دخلت في بعض يا مسلم. جبس في اللايف وانا هزقتك انت والرقاصه والحشاشه. بس خلاص يا مسلم، مش اخلاقك دي. كل الناس كانت تفضل تقول لي بلاش هو،
وانا اقول هو يمكن يكون طفش بسبب هو دي، ولا هو انسان حقير اصلا واطي ولا ايه. في ناس بتقول عايزه تخدم مشاهدات لا الطرح طرحتي، لا هتقلقيها وانت بتاعت الكلام ده. استنوا بقى انا هقرأ لكم الطرح على طول كده يعني من غير تفكير، وانت اي حد بيقول لك حاجه بتعمليها على طول. معاك. انا ايوه انت معاك. نعم. من اراد ان يراك مخطئا سيراك ولو كان كثيفا، فلا تنشغل بارضاء الناس. لا حاضر حاضر. دي فلسفه دي ولا ايه؟ احلى مسا عليك. لا ايه بقى فلسفه، فلسفه زي ما انا قلت. فلتر ازايز الزيت وانا في الزيت في رهيب. طب ما هو باين ام جاسم انت خبيره في الزيت، وده زيت تموين ده ولا ايه؟ احب اقلي بطاطس ما اقولكوش حلوه دي، لا خلينا في دي مع انها غامقه بس حلوه. طب احكي على اختياراتك ام جاسم والله، بس انا عايز اعرف بس انت بتختاري بناء عن ايه؟ دي ماركات اجنبيه على فكره. زيت مستورد. ما فيش ولا واحده فيهم مصريه. في بس بيبقى دماغه خفيفه شويه. خلينا في دي. لا استني، هاتوا دي شكلها حلو. ممكن يحطوا لنا عليها عرض ازازه زيت وعليها كيس سكر. ممكن بس مطحون يعني، ما بيحطوش سكر، لازم يبقى مطحون. حلوه دي. مفيش سيله ولا سلايه؟ لا في عباد الشمس يعني عشان خالي من الكوليسترول. طب خلينا في دي بقى وخلاص، او نعرفه احسن من ما نعرفوش. على اساس ان انت دي تعرفيها يعني، ايه الثقه دي؟ نوعها ايه دي؟ طب دي كام جرام؟ لا هو السؤال هنا بيتقال هي كام في الميه مش كام جرام. بنتي فين يا مكشوف؟ بقول لك بنتي فين؟ معرفش. بقول لك بنتي فين؟ انا معرفش. انا لازم اقتلك. لازم اقتلك. فيس اهو مات من الفيس اهو. أو ده مات من ريحه ده ولا ايه يا فنان؟ في ايه؟ احنا مش حمل الفيس. قلته ايه ده فنان؟ إيه عشان صحتك وانت عندك شنب بتصرف عليه محتاجه. قلب اختك، قلب اختك، تعالى اوريك الميك اب. الميك اب حقه العين. اول حاجه يا قلب اختي جبت الاسبونشات ده، هم بكام يا بنتي يا نوجه؟ ب 15 جنيه. خدت شكلك صرفت جامد قوي يا بنت نوجه. ما تخسريش في نفسك، 15 جنيه حقت العيد. هو كل يوم في عيد. بصوا جبت قلم الروج حقاتي ب 15 جنيه، بس حاجه ايه براند البراندي. هما طبيعي ده ب 15 جنيه. بصوا ده الغامق الدلع يا بنتي يا نوجه. ان شاء الله ما حد حبوش. جبت برضو كريم بانسينول، انا بجربه الوش، في ناس كتير يا نوجه البانسينول بيطلع حبوب. مش عندي يا قلب اختي. ايوه يا نوجه بس ممكن يكون عندها يعني بيطلع حبوب. مش عندي يا ماما. اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هو طالما ما بيطلعش عندها يبقى ما بيطلعش عند حد. جبتش بقى ده حاجه التنوير، نوري يا بنت وشك على قد ما تقدري. بصي نوري نوري، خليكي ماشيه كده في صلاه العيد. برابر برابر، ادمجي بقى برابر ماشي كده في الارض. جبتش بلاشر كده خربت الدنيا يا نوجه يعني. هو عيد وكل حاجه كل سنه وانت، بس مش الدرجه دي، كفايه كده. كتري عشان ربنا يكرمك، كل ما تكتري هتلاقي ربنا يزيدك كده ويكرمك. كتري بقى وانت نازله صلاه العيد، تخطفي عريس وترجعي، ولو انت متجوزه تطلقي بالميك اب اللي انا بقول لك عليه. يعني في الحالتين انت المستفاده. جبت زيت الجونسون ده انا ما بستغناش عنه، حاجه كده في قلبك جوه قلبك. بعد ما تاخدي الشاور الجميل اعملي حمام مغربي لنفسك في المنزل، حطي الزرافي على جسمك كله تبقي بيبي بيبي تشيك. ايوه بس اهم حاجه تظروفي الضمير يعني ما تستخسريش. جبتش قلم مسخره اسمه ايه ده؟ اي نينر. ما بقول لها صدقي مسخره لايقه عليه. ما كفايه يا نوجه، واحنا في الاخر ما بنبصوش على المكياج اصلا، احنا بنبص في حاجات تانية خالص. يلا يا اولاد خلونا نروح عند ستوفا يا اولاد. يلا بتعمل ايه ده؟ ما تزهقش مين بيصورنا؟ احلف انا بصور نفسي ما تزهقش يا اغلى من حياتي. من كتر ما فاجئوها جالها صدمه عصبيه وبقت تصور نفسها وتتفاجئ برضه. يا جماعه انا طالب منكم طلب، اعملوا لي اكسبلور يعني، تابعوني هاتوا برجو يعني بيقولوا 50 بيكتروا 5 هاتوا لي السلاله، هاتوا لي صاحبي. ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. سلام.